فلان ولا علان. ده اللي انا مقتنع بيه تماما. محدش يقدر يقول الاهلي هيجيب فلان ولا مش هيجيب فلان، لازم الخبر يطلع من النادي الاهلي نفسه. طب في كلام ان رجع الكلام تاني في اللاعب بتاع جنوب افريقيا اللي نفسه موسيماني يجيبه، سيرينيو. ما هو الله يخليك، اهلا بالهج، منور منور يا باشا. فا اه ما هو سيرينيو، ما هو بيتكلموا دلوقتي عن سيرينيو. انا ما اقدرش اقول حاجه، ما اقدرش اقول حاجه خالص الا لما مجلس اداره النادي الاهلي يطلع ويقول ويجيب صورته واحنا تعاقدنا معاه. كل ده كلام، وفي مجلس اداره النادي الاهلي بالذات بيشتغلوا يعني زي ما تقول كده في سريه تامه. اول ما الصفقه تتم بيقول لك الصفقه تمت، تاخد الكلام مظبوط. بقول لك بقى، لو الخطيب، لو محمود الخطيب نفسه عامل قناه على اليوتيوب وكتب لك وقال لك الاهلي اتعاقد مع فلان والاهلي ما قالش، يبقى اتاكد ان محمود الخطيب، انا مش انا انا بقول يعني كمثال على قنوات اليوتيوب. ما هو اللي ماسك فيه موسيماني. ودايما الاهلي برضه من ضمن الحاجات والعيوب اللي عنده انه بيسلم فريق الكوره للمدير الفني، خد هات له اللعيبه العب بيه اختار الناس. هو ده كل يعني الاهلي ده نظامه، هو ده نظام الاهلي، بيدي الحريه للمدير الفني يشتغل، بياخده سنه اتنين زي ما بيتعاقد معاه، لاقيه ماشي كويس والفريق ماشي خلاص اللي انت عايزه بنعمله لك. بدأ بقى المدير الفني يتعب. ايوه طبعا، وتشتيت لعيبه غير بقى يعني حاجه تانية اقول لك عليها بقى سر من بتوع اليوتيوب. كريم فؤاد بيقولوا خلاص. السر بقى من اسرار اليوتيوب انت تعرفه، ان هم عايزين مشاهدات. هو لما يكتب لك الاهلي دلوقتي اتعاقد مع احمد السيد زيزو، هيجيب مشاهدات كده كتيرة، هيخشوا الناس يشوفوا الفيديو هيلاقوا كلام مختلف وكلام. لكن انا بقول لك عايز تتعامل صح مع النادي الاهلي، تاخد المعلومة مش من واحد في مجلس الادارة، ما يجيش واحد من مجلس الادارة يقول لك، ما تصدقوش. مجلس الادارة كله يعلن ويجيب اللعيب وهو بيسجل وبيعمل بيجيب بيمضي، ده اللي تصدقه. لكن لو طلع محمود طبعا انا بقول محمود الخطيب لان هو اكبر واحد والناس عارفاه، انا بقول كمثال، بس هو عمره ما يطلع يقول كمثال محمود الخطيب ما قال لك ان انا اتعاقدت مع فلان، قوله لا انت مش كلامك مش صح. ممكن بقى الزمالك الاخبار تتسرب، الاسماعيلي الاخبار تتسرب، الاهلي كل عنده حاجه عنده بحساب، اتعود على كده ان الكلام عنده يبقى بحساب. قال انه يتعاقد مع لعيب، يا ريت كل الناس اللي دخلت يا ريت يحط اللايك. وفي قناه يا جماعه اسمها الكرم، اسمها الحكايات بنعيشها، هنعمل عليها البثوث بعد كده يعني شويه كده، وهنعمل البثوث عليها، اللي عايز يحضر البث عليها الرابط بتاعها في التعليق المثبت فوق. فده اللي انا اتعودته من الاهلي، ان انا اخد المعلومه من اخد المعلومه من المجلس نفسه وظهور المجلس. فاي لعيب الاهلي هيقول لك اتعاقد معاه ما تصدقش. حتى انا مش بقول بقى، انا بقول عليا انا، اي خبر يخص مجلس اداره النادي الاهلي، مشاكل، الكلام ده كله، ان ما كانش يظهر اعلان بيها. زي مشكله كهربا، استحاله ان كان حد مجلس الاداره هو اللي اتكلم عنها، هو اللي قال كهربا عمل وعاقبناه بكذا كذا كذا، طلع من مجلس الاداره. يجي واحد بقى يقول لك لعيبه، اللعيبه اتخانقت مع بعضيها واللعيبه عملت واللعيبه سوت، ما تصدقش الكلام ده كله. مجلس الاداره بيعلن عن العقوبات وبيعلن عن التعاقدات وبيعلن عن كل حاجه. ده تعودي، وخصوصا في يمكن اكتر فتره بقيت مهتم بيها في مجلس اداره النادي الاهلي
هي فترة محمود الخطيب.